رد وجهي كذا وانت وحظك. تسلم. بالنهايه ان قدرت تجاوب الله يوفقك، ما قدرت تجاوب عاد هذا حظك. الشباب اتمنى منهم سواليف المساعده وغشش خويي وزبط خويي، ترى ممكن تجيب العيد فيه، فخلي القرار قرارك انت. السؤال الاول يقول بسم الله توكلنا على الله يا دغش، وهون علينا في الاسئله. ايه الاسئله سهله بالعكس. يا سلام. هذا بالنسبه لي لو كنت مكانك بجاوب على كل الاسئله. يا سلام. لاني مطلع عليها قاريها قبل. اكيد. طيب السؤال الاول يقول يطلق عليها لقب جارة القمر، هل هي جبال السروات، جبال فيفا، جبال السودة؟ ومعك 30 ثانية تفضل. أدري السؤال إذا ما عليك. يطلق عليها لقب جارة القمر. جارة القمر. جارة القمر. يس. السروات. السروات. جبال فيفا. جبال فيفا. أو جبال السودة. أعطوني التايمر يا شباب، بلغوني كم باقي. باقي 5 ثواني. جبال 4. جبال فيفا. 3. جبال فيفا. جبال فيفا. فيفا. عارف حظ. طيب لو انتظرت شوي يعني حاولت انك تفكر يعني. انت عييت قلت 1 2 خلاص. انا ما عييت، انا اعطيك التايمر حقك يعني. والله يا دغش تمنيت اني اخدمك وقيمة السؤال 300 ريال رصيدي، لكن مع الاسف الشديد. ايش اجابته؟ صحيحة. اجابة صحيحة يا دغش. مبروك وتستاهل اول 300 ريال رصيدي. لك الحمد يا رب. دخلت جيب خويكم. الحين ترى هو اكوش واحد فيكم، هو الكاش. الباقيين كلكم طفرين، في ناس منكم حكاكة تحت يعني. اي بالماينس، في ناس بالماينس لانهم طلعونا فواصل. وفي ناس لا يعني يعتبرون على خط الفقر، وفي ناس كاش. هذا واحد منهم الحين. اللهم لك الحمد. العش عليه اليوم. السؤال الثاني يقول، وقبل لا نطلع بالسؤال نذكر الجمهور بالسؤال الموجه لكم انتم، نسيت اني اقوله ولا ذكرتوني انتم يا شباب. السؤال لكم يا جمهور، اول جبل وضع على الارض، اول جبل وضع على الارض، اكتب الاجابه الصحيحه واكتب اسم متسابق من المتسابقين اللي قدامكم على اساس انه يحصل على 500 ريال رصيدي. ايش الاجابه يا شباب؟ في احد يعرف؟ زهراني. جبل الجودي. ما شاء الله عليك، اجابه خاطئه والله، مو صحيح. الدرعاني. جبل عرفه. جبل عرفه. لا حتى ما هو بالخيارات بعد حبيبي. احد ولا جبل احد. طيب جبل النور. جبل النور. ما شاء الله عليك. لا والله في جبل اسمه. ارجع مكانك. صرف لك. مدائن صالح. مدائن صالح. لا، اول جبل وضع على الارض جبل أبي قبيس أو جبل النور أو جبل أحد. هذه الخيارات لكم يا جمهور. لا لا عاد لا تغشون عاد، خلاص الإجابة واضحة. اكتبوا الإجابة الصحيحة واكتب اسم واحد من المتسابقين الموجودين عشان يحصل على 500 وفالكم طيب. درعاني ليش ترفع أصبعك تقول كذا؟ ذكرهم بلا إله إلا الله. أنت الأول يعني. تشهد. نعم شهد الله. يتشهد. ممتاز كذا. شهد الله. ممتاز. طيب السؤال الثاني لك يا دغش. سلمت. يقول السؤال وقيمة السؤال 300 ريال رصيدي. يا الله يا رب. القهر انك اذا اخطيت ما في خصم، في صفر. 300. لا محفوظ 300. الحمد لله. اي بس انا تمنيت انك تخطي عشان نخصم عليك. لا ان شاء الله. بس ما في خصم يعني. ما عليه. السؤال يقول، سؤالك الثاني، ما هو شكل مجرة درب التبانة؟ تعرف المجرة؟ مجرة ايش؟ درب التبانة. ايوه اعطني الخيارات. الخيارات دائري ولا مستطيل ولا حلزوني؟ ومعك 30 ثانيه. عينك معي؟ عينك مع كذا؟ ان انا افكر. إيه لازم اذا فكرت تصير تناظر باخوياك. اي صح والله. اعطوني التايمر يا شباب. عد ما هو شكل مجره درب التبانه؟ دائري، مستطيل، حلزوني؟ وباقي معك 10 ثواني. 7 6 5 4 3. حلزوني. 2. حلزوني. جاوب في آخر ثانية ولا بعد ما خلص الوقت؟ لا بالنهاية الكنترول يقول لي. لا الكنترول يقول لي. لا أنت إدمان. لا الكنترول يقول لي. هاي الكنترول. بس أنت إدمان. علموني.
جاوب جاوب على اخر ثانيه على اخر تكه على اخر نفس كم ما وده كم ما وده انا ما ودي والله لا والله انا بالنسبه لي الفلوس الرصيديه ودي احافظ عليها ما ودي اعطيكم لا والله ما ودي والله اعطي الرصيد لنا ولا لكم. طيب شوف انت جاوبت قلت حلزوني إيه؟ هو شكل مجره درب التبانه انت جاوبت في الثانيه الاخيره تمام يعني لحقت على الوقت الحمد لله اللهم لك الحمد بس انه ظني انها خطا خطا سبحان الله دائما يقول الاقدار مربوطه بكلام الانسان ولكن هالمره اخطا القدر واصبت انت ما شاء الله تبارك اللهم لك الحمد دغش باقي سؤال يا الله يا رب اني زاد اخذه يا الله يا رب يا الله لك دغش 600 ريال رصيدي حصلت عليها فالك طيب يا رب السؤال الاخير سلمت والسؤال الاخير يقول ونذكر الجمهور العزيز في سؤالكم عن طريق الهاشتاج طبعا الهاشتاج قبل الحلم واحد اول جبل وضع على الارض اكتب الاجابه الصحيحه مع اسم المتسابق اللي تتمنى انه يحصل على 500 ريال رصيدي وسؤالك الثالث يا دغش يقول توكلنا على الله والسؤال ترى يعني مش ثقافي بقدر ما انه سؤال ذكاء يعني تفكر فيه سهل حلو تمام تعرف المكعب صح ايه مكعب معروف مكعب صح اي نعم طيب يقول لك كم عدد حواف المكعب المستقيم كذا انت حقدت علينا لا ما حقدت عليك الخيارات 12 حافه او 14 او 16 عينك معي مثل ما قلت لك عينك معي يلا تمام عدد بس الخيارات اذا ما عليك حواف حواف المكعب 14 14 او 12 او 16 اعطوني التايمر يا شباب 9 8 7 6 14 5 14 جاوب وباقي 3 ثواني طيب خلينا نحسبها انا وياك يلا اجيك ولا لا 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 لو انت عندك يلا 16 ما شاء الله تبارك من قال 16 اجابه خطا طيب المكعب كم له وجه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صح؟ إيه؟ ولا ستة؟ سادس وين؟ هنا ستة لا أنا أتكلم الحواف هنا أربعة حلو واحسبها كاملة كم تصير؟ كم قلت؟ ستة أنت كم قلت؟ قلت 14 صح؟ إيه قلت 14 إيش رأيكم؟ الدرعاني يقول لا 12 حمود يقول 12 وانا بصراحه والله اثق براي حمود يعني واثق بالاجابه كم قلت لذلك الاجابه اللي قالها حمود صحيحه ولكن اجابتك خطا الحمد لله على كل حال قضاء وقدر 600 ريال رصيدي في رصيد دغش مبروك الله يبارك وفالك طيب الله يبارك فيك اللهم لك الحمد